السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنروح جولة مع بعض في ادوات هنشوف ادوات المطبخ في اسده. هنشوف مع بعض اشكال الحل المختلفة، الجرانيت والستانلس، ونشوف الاسعار بتاعتهم عاملة ازاي والعروض اللي موجودة عليهم. يعني مطبخ السكشن بتاع المطبخ من الحاجات المحببة جدا جدا ليا يعني فبحب قوي اتفرج عليهم، حتى لو كنت مش هجيب بحب اتفرج. زي ما احنا شايفين كده دايما أزدة، المحل ده اللي هو أزدة جزء المطبخ والحاجات دي بيبقى دايما عنده اوفرز على الحلل، على انواع معينة، كل فترة يطلع اوفر على انواع معينة من الحلل. اللي انتوا شايفينها قدامنا دي اللي هي الجرانيت في مصر، اللي اسمها جرانيت دي هنا مشهورة قوي، اللي هي سكوفيل تقريبا، مش عارفة اسمها بصراحة قوي. بتنزل عليها اوفرز كتيرة جدا، وهي من الحاجات الكويسة قوي يعني بصراحة، خامتها كويسة واستعمالها ومش الاكل ما بيلزقش فيها. اللي تحت دول معانا الستانلس، بس الستانلس ده الماركة بتاعته او الخامة بتاعت أزدة نفسه، مش ماركة مشهورة ولا اي حاجة. واللي فوق دول كذلك برضو اللي هم بسبعة دول اللي انتوا شايفينهم قد بعض ستانلس، بس بصراحة الستانلس ده خفيف، هو مش وحش بس هو يعني خفيف، مش الستانلس اللي التقيل اللي يقعد معاكي عمر زمن يعني، يقعد حبة كتار. هنا بقى معانا الطاسات اللي هي زي التيفال، بس كل دول اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول اللي هم سعرهم تسعة، دول بتوع أزدة نفسهم مش ماركة مشهورة. هنا بقى دول برضو نفس الحكاية، الماركة بتاعت أزدة، الماركة بتاعت أزدة بتاعت المطبخ والحاجات دي اسمها هوم، جورج هوم. فدي زي ما انتوا شايفين برضو سكوفيل الماركة دي اللي هي نيفر ستيك، هي فعلا حلوة جدا جدا. نزلوا كمان منها نوع اسمه الترا ليفت، الترا ليفت ده فظيع يعني، انت ممكن تعملي الحاجة في الطاسة من غير حتى ما تحطي اي مادة دهنية، فظيع بجد تحفة. واللي نازلين جداد دول وشكلهم شيك وجميل قوي قوي اللي هم الرصاصي دول، برضو مش بيلزقوا وبس، هم دول يعني بصراحة شكلهم تحفة، الإيد تحس إن هي زي الخشب. وشايفين أنا بمسك كده عشان أوريكم، ده عبارة عن ربر اللي هي زي الجلد كده، أو خامة حلوة جدا جدا بصراحة عجبتني. شايفين اللي برضو الطاسة بتاعتها اهي حلوة، بس دي نازلة جديدة لسه، يا دوب لسه كنت أول مرة أشوفها بصراحة. هو أزدة منزلينها من البراندز بتاعتهم، بس واضح إن هي شكلها حلو، ناس كتير اشترتها وشكرت فيها. اللي احنا شايفينه كل انا وريتكم من بعيد كده اللي هي ماركه سكوفيل دي، دي هي البراند الاشهر اللي هي بينزل عليها عروض كتير جدا. هي دلوقتي حاليا كده وانا بوريكم عليها عروض، الطاسه زي ما انتم شايفين هو عليها ب 20، وسعرها لسه بينزل بقى عليها بصراحه حلو، بتبقى بنص السعر. هي خامتها جرانيت فبتبقى جميله جميله ان شاء الله. يا رب انا مش فاكره صورت لكم الالترا ليفت دي ولا لا. دي بقى زي ما احنا عارفين هي المشهورة دائما وابدا تيفال، بس يعني ماركة سكوفيل دي غطت على تيفال، بقت معظم الناس دلوقتي بتشتري اللي هي الجرانيت التانية دي، حلوة جدا جدا. هنا بقى تحت اللي عاوز يشتري ست على بعضيها اللي هي الطقم كامل بيبقى خمس قطع زي ما انتوا شايفين ب 60 اللي هو التيفال، ونزل معاه مثلا يقول لك في طاسة عليه هدية صغيرة اللي هي مقاس مش عارفة 20 ولا ايه، اللي هي بتبقى بتاعة البيض دي، ودي برضو تيفال اللي هي عاملة زي الكسرول كده اللي هي بإيد طويلة وفي نفس الوقت ليها إيد صغيرة من الناحية التانية، يعني ممكن تطبخي فيها حاجة، ممكن تطبخي فيها أي حاجة عادي زي الحلة، بس هي على شكل طاسة. هنا بقى الحاجات بتاعت الخزين بتاع التلاجة اللي هتحطي تخزني حاجة في التلاجة، اللي هي الإزاز اللي هي البايركس، الغطا بتاعها اللي هو بيبقى بلاستيك كده، حلو جدا جدا طبعا، وأصح من البلاستيك الصراحة. هي طبعا هتبقى غالية شوية عن البلاستيك، لو جبتي بلاستيك هيبقوا كذا واحدة على بعض بالسعر ده، بس طبعا الإزاز أصح كتير. برضو نفس الحكاية، أزدة متنزل على الإزاز ده، أو زي ما انتوا شايفين بصوا يا جماعة تلاتة على بعض اهم، برضو ازاز وغطا بلاستيك، نازله ب 8.5، دي جديده على فكره ما كانتش موجوده عند أزدة قبل كده. هم وعنده برضو البراند بتاعته اللي هي الازاز اللي فوق بتاعت جورج دي. وتحت هنا بقى دي صواني من بتاعت زمان عارفينها، اللي هي الصاج، تحسي كده صاج ومتغطيه بطبقه الانامل، الانامل
تقريبا طبقة اللي هي مش عارفة والله اسمها ايه، طبقة كده اللي تبقى مزحلقة زي الصاج، وانا بدي الحاجات الصواني اللي هي بتاعة الروستنج، اللي هي لو هتحمري فراخ، سوري هتحمري فراخ في الفرن، لحمة، الصواني دي بتبقى للحاجات دي. ايوه بصي انا وري، حبيت اوريكم دي برضو ماركة سكوفيل، بصي نزلين منها ايه، طاسة شكلها جميل، يعني ما تعملي صينية بطاطس او اي حاجة ولا تلزق ولا نقعد نكحت ولا حاجة، اعتقد هتبقى حلوة قوي قوي بصراحة، وسعرها بهي ب 12، حتى هما كاتبين عليها نيو، في ب 12 اهو، في ب 14، واضح ان هو احجام. ودي طاسات انا مسكتها، الطاسة دي خفيفة الصراحة، هي البراند بتاعتهم، بس طبعا هي خفيفة، بتاعت أزدة. عاملين منها، بصوا عاملين منها اللي هي ممكن تعملي عليها البانكيك والكريب، اللي هي الحرف بتاعها من بره رفيع مش عالي، السور مش عالي. هنا بقى دول اللي هي الحاجات اللي زي الفخار، عارفينها اللي هي ايه، بصي في منها حلل وفي منها اللي زي الطقم اللي هو الطاسات بس بغطا، صواني بغطا الفخار. بصراحة انا ما جربتوش ده، لو حد جرب حاجة زي كده في ان هو يطبخ فيها او يدخلها الفرن، ممكن يقول لنا هي حقيقية عملية ولا ايه. ودي برضو نفس الحكاية، نفس الفكرة بتاعت الطواجن اللي بغطا دي الفخار. هنا بقى البولات اللي هي الازاز والشفاشي، الازاز برضو نفس الحكاية، وده ميزان المطبخ ونزل حاجات كتير، وده الميزان اللي هو الديجيتال اللي بيديكي بالحساس قوي لو عايزة مثلا بالجرامات القليلة قوي، ده ينفع. انا السكشن بتاع المطبخ ده لو فضلت واقفة فيه مش همشي، يعني انا بحبه جدا قوي، احب اتفرج على الحاجات بتاعة المطبخ قوي. وهنا بقى زي هنا دي صواني زي صيني كده، بس طبعا نازله من ديزني، تلاقي عليها ميكي ماوس وكده، بتبقى نازله جديده، اعتقد هي دي بتبقى نازله كده عشان السيزون بتاع الكريسماس والحاجات دي، وكل الاشكال بتاعتها فوق. لو هتعملي بقى ايه، عايزه موديول بتاع كيك شكل ميكي، حتى بصوا شوفوا عاملين برضو دي الايه شكلها حلو قوي كانها راس ميكي. وده طبعا بايركس الشفشاء الازاز ده، ودي البولات البلاستيك اللي هي لا غنى عنها في كل بيت طبعا، كلنا عندنا منهم، دول بقى تحفة، انا جربتهم حلوين قوي قوي وعمليين جدا وسعرهم حلو، بس انا مش عارفة هم مش حاطين سعرهم ليه، انا كنت جايباهم كان عليهم سيل، كانوا ب 275، هم خمسة. هنا برضو سكوفيل ده منزلة ال ويسك، ومنزلة السباتيولا، ومنزلة اللي هي كل الأدوات اللي هي بتاعت المطبخ دي، وطبعا اللي تحت دول البراند بتاعت، شايفين رخاص ازاي، بس طبعا يعني الخامة طبعا مش متعودش متعمرش، يعني دي الحاجات اللي هي الديسبوسابل اللي هي بتبقى الفويل، لو هتطبخي فيها حاجة، هتعملي صينية مكرونة وهتعملي اي حاجة وترميها عشان نريح دماغنا من الغسيل ساعات بينفعوا جدا على فكرة، بيكون عندك عزومة او حاجة مفيش داعي للصواني الكتير. هنا بقى الجزء اللي هو ايه، اللي هو الحاجات اللي تبقى محتاجها المطبخ بقى، المقصات والستروز والحاجات، معلقه الايس كريم، حاجات كتير، حاجات كتير اللي هو بنحتاجها كده، اللي هو لما تروحي السكشن ده تحسي ان انت لازم هتجيبي حاجه المصفى اللي تحت، المبشره، الصفايه، الولاعه، زي ما انتوا شايفين يعني تشكيله كبيره. دي بقى اللي هي ايه، البلانشة او القطاعة، او يعني زي ما تسموها سموها، اشكال منها كتير قوي بصراحة. دي ايه، دي مش عارفة انا دي ايه، مش عارفة الصراحة، لا عارف يقول. دي القطاعات بقى خشب باشكال مختلفة، شايفين بس متينة قوي وتحفة، ما ياخد 13 باوند يعني. هنا بقى شايفين اللي تحت كده أطقم السكاكين، هوريها لكم دلوقتي معايا واحدة واحدة. بصي أطقم السكاكين عاملة زي ايه، زي قوس قزح، ودي أطقم السكاكين ستانلس، وبيبقوا جايين بالبلوك بتاعهم كده علشان يبقى شكلهم، تحطيهم على الرخامة أو حاجة يبقى شكلهم حلو، وفي نفس الوقت حماية
عشان ما يعوروش ولا حاجة. 25 طقم، الطقم اللي فوق ده اللي هو الذهبي ده، شكله جميل قوي، الذهبي في اسود ده. وفي الطقم التاني اللي هو الماربل ده، ده بصي بتوينتي، هو نازل عليه تخفيض حلو، اللي هو كأنه رخام، الايد بتاعته شكلها شكل الرخام. والاسود في ذهبي ده برضو شكله شيك قوي، ب25 روز جولد. كل فترة، كل أسبوع عروض مختلفة على حاجات، كتير مختلفة. فلما تكوني مثلا هتشتري طقم حلل، ما تشتريهوش وهو ما عليهوش أوفر، استني لما ينزل الأوفر بتاعه وتجيبيه علشان يوفر أكتر، وبيبقى بصراحة عاملين أوفرز كويسة. بحاول أوريكو حاجات تانية كتير في السكشن ده. علب البلاستيك اهي، سيستيما لو عارفينها، مشهورة طبعا، غنية عن التعريف، حلوة في حفظ الأكل قوي، يعني يمكن هي من افضل انواع البلاستيك في حفظ الاكل. وفي فوق بقى دي اللي هي العلب بتاعه المكرونه والرز والمكرونه الاسباجيتي والدقيق، كل الليله دي بتاعتها. انا هوريكم علبه دلوقتي نازله جديده، يا يعني نهار ابيض، مش عارفه بيعملوا حاجات جديده تخلي الناس تتجنن. انا هوريكم علبه دلوقتي عامله ازاي من بتاعه حفظ المكرونات والحاجات دي، تجنن. بس هي بكام؟ اسمها سمارت سيل، هي ب5.5، طبعا غاليه. بصوا شكلها شيك حلو قوي ازاي، اللوك ده بصي سمارت لوك، بحيث انك انت تقفليها عشان ما تطلعش هوا ولا اي حاجه من دي. شايفين اهو، انا بحاول افتحها عشان اوريها لكم، وبعدين عجبتني الصراحه اهو، عشان لما تعملي كده تضغط الهوا، الهوا كله اللي فيها يتضغط، فبالتالي الحاجه اللي جوه ما تبص لو قاعده فتره كبيره. فشكلها حلو قوي، ب5.5 طبعا، يعني سعرها عالي طبعا. هنا بقى ايه ال اسمها ايه، الكاسات. الكاسات هما طبعا هنا مش زي مصر ابدا، ما عندهمش شكل الكاسات ولا الكوبايات اللي عندنا شكلها بيبقى تحفة. هنا اشكال قليلة قوي قوي، مش كتير، يعني مش بتستعمل قوي، منجيبهاش هنا. اهو شايفين حاجات بسيطة قوي قوي ازاي. بس يوم ما ينزلوا بقى حاجة كده يعني بتعميه كده، شايفين عامل ازاي عليه. طب احنا هنحط اللي عليه ستراس ده، هنغسله ازاي؟ ده ديكور بس. طبعا الحاجات دي كلها عشان الكريسماس، حطي بقى فيها، بيحطوا فيها عصير. هنا ده زي دورق كده بس ليه حنفية عشان تحطي فيه العصير وتفتحي الحنفية وتحطي في الكوباية على طول. والكوبايات تحت اهي بتاعت ميكي. كل سيكشن ملابس بقى، ادوات مطبخ، اي حاجة لازم يكون فيه سيكشن بتاع ديزني. انا هنا كنت واقفه بتكلم مع الست اللي هي واقفه بتشتري، بتقول لي على بتاع ميكي ده اللي هو فيه ستراس، ده اللي هو فيه زي بيلمع ده، بتقولي طب وده نغسله ازاي؟ قلت لها مش عارفه، ما انا كنت لسه بسال نفسي. قالت لي لا ده نحط ديكور بس. قلت لها بالظبط كده. هنا بقى الجزء ده كده هو ده اللي بيبقى عليه الاوفرز. شايفين بصوا الحاله اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي ايديها زي الخشب اللي نازله جديده دي، اللي هي الغطا بتاعها عامل زي الربر، زي اسمه كاوتش كده، زي الكاوتش. شوفوا التلاتة اللي هم الفخار الصواني دول، اهو الطقم نازل كله على بعضه ما شاء الله. بصوا بقى تلات حلل واتنين طاستين، شكلهم شيك قوي قوي، حلو بصراحة. نازلين ب35، يعني كلهم على بعضيهم 5 قطع ب35، كويس. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب تكون الجولة عجبتكم وتستفيدوا أو تعرفوا يعني أشكال مختلفة من المنتجات الجديدة. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.